السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد في قناه اعملها بايدك. والنهارده فكره كول كده لمحب التغيير ومحب الكوتشيات او السنيكر. الفيديو دوت يعني طريقه جديده بس لرباط الكوتشي او السنيكر، بتبقى شكلها شيك او شكلها كول جديد. تمام، كلنا طبعا متعودين نربطه رباط من فوق. تمام، ده ساعات بيعاكس معاك في البنطلون او شكله تقليدي. فانت لو عايز تبتكر او انت مثلا تبقى لابس حاجه مش اول مره حد يعملها، فجت الفكره ديت. وجت الفكره دي لسبب كمان، انا مش من النوع اللي انا بنحب نفك الرباط. تمام، اكتر الناس ما بتحبش فك الرباط، فبتربط اللي يعني الرباط ده كمنظر بس كده، وبنقلع الحذاء يعني من غير ما ايه ما نفك الرباط. يعني استسهال، سرعه في الاداء، استعجال. تمام، فكده كده الرباط ملوش لازمه معاك، فانت ممكن تحسن شكله، هتقلب شكل الرباط خالص زي ما انتوا شايفين كده. تمام، المفروض الرباط يبقى فوق، انا قلبته خليته تحت. وبرده بالنسبه للكوتش برده اهوت، بس الكوتش يعني ايه ممكن منظره ما يكونش يعني كول قوي عشان خاطر هو الرباط بتاعه طويل، بس انت لو ما تشوفه في اللبس وفي المشي هتلاقي طبعا المنظر احسن وحاجه شياكه يعني. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، فكره بسيطه يعني. وريت تدعمونا بالاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.